أنا اخترت فريقي بمنتهى التأني. في لعبة حركة كده كنت عاملها تركاية كده من بتوعي. تامر. قلت لك أنا. مغناطيس. تامر. 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 90% من اللي أنا لفيت لهم هم معايا في الفرقة. الخطة بتاعتي السنة دي الحقيقة يبقى عندي مختلف الأعمار. أمي نامت عبكي. كل عمر عندي منه صوتين أو ثلاثة للمواجهة مع بعض. فرحان جدا بفريقي وعندي كل الألوان وده اللي أنا اكتسبت خبرته من سيزون 1. يعني بقى عندي الغنى الشعبي والطربي. عندي الإنجليش. والمودرن كمان. فريقي دلوقتي اقدر اقول عليه انه بقى خطير جدا واللي جاي اخطر على راي الشاعر تامر حسني. فريق تامر هو ده.